خاصة غير أو الحلب هذه كمان ضعفنا. تأكد بخبرك الله وبركاته. اليوم حنلعب نزلات أسطورية على الحلب الشمسية. صياد الأيمن فضاء الشمال. إذا ما شفتوا مقطع الحلب الشمسية مع بلاب الإلكترونية الصياد الأيمن فضاء الشمال، المقطع حيكون فوق في علامة الآي، وكمان حخلي لكم هو تحت في صندوق الوصف. حمزات اليوم بكل طرات شجاعة 8 وبأحدث جهاز إطلاق للاعب شهاب. بعضكم مثل الطرات اللي قدامكم هي 7 طرات، فين الطور الثامن؟ الطور الثامن راح نجيبه من هذه المجموعة الخرافية. عبارة عن حقيبة بلابل فيها 8 بلام بلابل الجي تي، وأكيد فيها شجاع الجي تي النسخة الخاصة الأسطورية بهذه الألوان المميزة. هذا هو شجاع الجي تي بكل القطع الأصلية من الموسم الرابع. وكذا اكتمل الطراز شجاع 8. لو حابين تشتروا بلابل أو حلبات متجرنا سويت توز يوفرها، وترى نوصل لجميع دول العالم بجميع طرق الدفع المتوفرة. وأكثر ما يميز متجرنا بلابل الأصلية بلابل الدفعة الثانية الويف 2 بي باتل بيرز تيربو، نزلناها أول محل في السعودية، حننزلها ونوصل لجميع دول العالم. الحين خلونا نبدأ في النزالات. صح يا جماعة الخير، لو متحمسين لفتح عبة الشجاع والمجموعة اللي شفتوها قبل شوية فجروا هذا المقطع لايكات، وأكيد لو ما كنت مشترك اشترك، فخلينا نحاول نوصل هذا المقطع ل 4000 لايك. ونزال حيكون ضد الشجاع المنتصر. خلينا نشوف ايش حيسوي أول طور لبلابل اللاعب شهاب. تأكيد بخبط بيبرد حطم. عندها نسخة ثانية من الشجاع، وهي الشجاع النسخة الخاصة اللي تجي مع مجموعة حلبة وجهاز إطلاق وزي كذا، هذه اللون مختلفة وكمان بلاستيك فيها قوي. تجرب الشجاع المنتصر النسخة الخاصة. كفو ضرباتك يا شجاع، خفتهم الاثنين. اوكي واخذ ضربات مره قويه، بس لين تحب تحطم وتوقف عند رانو في هذه البلابل. شجاع البركاني، خليني اجيب شجاع بركاني. شجاع بركاني من التيربو بلابل او الحلب هذه كمان ضربت التيربو وحطم بلبل. اوكي حتوقف عند رانو الشجاع، مسكين تحطم من ضربه الشجاع القاضي هو بلبل فضاء الشمال. نلعب جوله ثانيه بالشجاع البركاني. خلونا نلعب هذه الجولة بالنسخة الخاصة مع الشجاع. يلا الشجاع اوكي حطم الاول. اقدر اخرج الدربة ولا لا؟ ما اعرف، بس انا بخليه يعني ما شفت احد اخرجه. الدربة خرج من حاله كفو. اوكي فاز فضاء الشمال. ما اعرف ترى التيث عند الصياد الايمن اقوى بمليون مرة من التيث عند فضاء الشمال. فانا توقعت ان الشجاع ممكن يسويها ويحطهم الاثنين ويكون بيبل اسطوري. الحين جاء دور الشجاع النفاث. يلا يا شجاع خبط الاول، خليني اشوف حسين مع الثاني. الحين الشجاع بكامل طاقته باحتمال كبير انه يحطمه ويفوز على الحلبة. يلا يا شجاع ضربات مره قويه يا جماعه الخير، ضربات الشجاع لانه عنده مساحه فيقدر يروح ويرجع وينقض على بيبل الخصم ويمكن يحطمه. طاقم فضاء شمالي ساري في الاخير يخسر بقوه الدوران. الثانية حتكون بالنسخة الخاصة من الشجاع، ألوانها جدا مميزة، وترى هذه النسخة مجانا. النسخة الخاصة خليني ايش اسوي؟ النسخة الخاصة ليب عندها أقوى وحطم الشجاع، حطم فضاء الشمال وخرج خارج الحلبة. ما جربناه هو بلبل الشجاع البارق. نجرب الحين ضد الحلبة، اوكي يطلع خاطئ. يا مثل ما انطلق مع أي جهاز إطلاق، حيخسر الحين. والله كفو قاعد تطلع كل الضربات، قاعد انقص من البلبل. اوه تحطم، قاعد انقص من اليسار اليوم فضاء الشمال ويرجع يعطي ضربات. خليني اجرب شجاع الجي تي، خليني اشوف ايش يسوي شجاع الموسم الرابع. لما تشوف ضربات لما تشوف قوه. يلا يا شجاع تحطم الشجاع. شباب قاعده داش، النسخه الخاصه بقاعده داش وحطموه. يا دور شجاع السوبر كينج. هذه فيها فوز، جاء حيفوز، حيعطي ضربات قوية دحين حيفوز. يلا يا شجاع، جاء سوبر كينج، جاء الموسم الخامس، ما تبغى يفوز على الحلبة. يلا شجاع، لوف الحلبة فازت، ما حطم ولا واحد. ممكن تكون ضربات ضعيفة فعشان كذا نعطيه جولة ثانية، ومحاولة ثانية، خبط خارج الحلبة. عيدها، أنا رميت فوق وفانا غلطان، بس رجع كويس يعني. يلا شجاع حطم على الاقل، حطم الصياد او حطم فضاء الشمال. اسمائهم مره غريبه ترى يا جماعه الخير. يا دور الاسطوره اخر وقت للشجاع، شجاع الداينامايت، شجاع المهاجم القافز، عنده تقنيه القفز طبعا. وشوف كيف البلبل حقنا يعني، شوف كيف القفز اللي فيه. شجاع الداينامايت اللي عنده ممكن ينفذ، تدري كيف؟ قفزه خرافيه. يلا يا شجاع حنلعب يمكن ثلاث جولات بهذا البلبل. اوكي قفز في مكان خاطئ وفاز البلاب الحلبة الشمسية. ثانية قفز على طول،
ما طلع خمسة. شجعني بضربات، شجعني بضربات. ضربات ضعيفة يا جماعة الخير، ليه كذا؟ الآن مفروض يطرد الشجاع اللي يفوز على بلاد الحلبة الشمسية. جولة أخيرة بالشجاع القابض. يلا يا جماعه يلا يا جماعه كفو كفو جعلو لا لا يدخل اوكي فاز الحين شجاع منتصر شجاع متقد شجاع منتصر شجاع متقد خلونا نشوف ايش يسوي اوكي خرج واحد خارج حلب شجاع منتقد خليه يشوف ايش يسوي مستحيل يسوي هذا يعني حاسه في الاخير تسوي يا متقد يخسر الحلبة الشمسية تفوز ما قدر يخرج ولا بلبل المشكلة ضربات كانت مرة قوية فالحين باب من نسختين من شجاع البركان العادية والخاصة شجاع البركان العادية والخاصة شجاع البركان العادي مشخصنها مع الفراش شمال كفو يا شجاع حطوا ضربتين يا جماعة الخير يلا شجاع نسخة خاصة ليه كذا ثابت اوكي 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 اتفاق كل فاقد ودورانه وفاز الحلبة الشمسية الحين جاء وقت الحسم يا جماعة الخير حرم شجاع الدينامايت وشجاع السوبر كينج تخيلوا هذا الثنائي ما يفوز اوه ايش صار انا قاعد افكر بالشجاع سمعت صوت ضربه اسطوريه فاضطرتني اوقف الحلبه ووقفت المقطع ورجعت شفت اللقطه كانت لقطه اسطوريه يا جماعه الخير شوف كيف الضربه كانت رهيبه الشجاع ضرب صيد ال من صيد الصياد الايمن ضربه ساحقه وحطموه بعدين اللير توقع بعد ما فكفكت راح على طول للبلبل الثاني اللي هو مجيش الشمال وبرضه خرجته خرج الحلبه اسماءهم غريبه يعني الحين ماني قادر احفظها وحتى مشغل الجوال على قناتنا وهنا حاط الاسماء شوف كيف يا جماعه الخير حط فضاء الشمال والثاني عشان اتذكر الاسماء الحين هلعب ضد طب جو خرج الحلبه الحين رجع دينامايت فرصه يلا كفو خف حطهم الاثنين يلا اسطوره اوكي اوكي طبات خرجهم الاثنين بس ما حطمهم فبحاول امشجع منتقل وبشوف ايش يسوي ولا شيء دام انهم ما بيجوا يسوي شيء دعم منتقل نعطيه دعم دعم الجسي يا جماعه الخير شكرا على المشاهده فبس هذا كل يعني من بعد ما قلت لما اسال لكم ان شاء الله تبعي جالس في ما كنتم مشتركين هل عم زادك تركيب الحلبه الشمسيه مكتوب لكم تاريخ اقتراحاتكم ووصلنا للختام لا تنسوا اللايك والاشتراك طبعا اذا ما كنتم مشتركين اهم شيء الاشتراك واللايك طبعا عشان المقطع ينتشر فبس نشوفكم المقاطع الجايه شكرا على الدعم مع السلامه